بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وفي خير حال. النهاردة انا جايبة لحضراتكم من السوق هنا شارع الحنفية مع كامل ابو بشوي، قايل لنا على الاسعار بتاعة الخضار النهاردة. احنا النهاردة 1/3، هنشوف بقى الاسعار ايه اخبارها، وهنشوف ايه اللي الفتره اللي جايه دي ان شاء الله اسعارهم اسعارها هتزيد، والحاجات اللي هي اسعارها ممكن تريح شويه. ماشي، السلام عليكم. عليكم السلام. كامل عامل ايه؟ الحمد لله. اول حاجه الحمد لله على السلامه، عشان فين الفتره اللي فاتت كنت عافيه شويه. الحمد لله على السلامه. كل سنة وانتم طيبين. بالصحة والسلامة. مصر كلها خير ان شاء الله. اللهم امين. والاسعار ان شاء الله هتنزل باذن الله يعني. طيب ان شاء الله، اعتبر بقى ان ده كلام وعد للناس يعني ان شاء الله. طب ايه بقى اللي ان شاء الله هيرخص الفتره اللي جايه؟ هو احتمال كبير قوي الطماطم تنزل باذن الله. الطماطم هتنزل، هي دلوقتي النهارده بكام الطماطم؟ 8 جنيه. بس دي مؤشر تنزل ان شاء الله يعني تبقى ب7 ونص مثلا، ب7 كيلو ونص ب10 في الحدود يعني ان شاء الله. يعني بس مع ان في كتير بقى بيقول لك ان احتمال ان الطماطم تغلى عشان شم النسيم وكده. لا ان شاء الله هيحصل العكس باذن الله. ان شاء الله. طيب مثلا ان شاء الله الطماطم ان شاء الله هترخص، والبصل بقى اللي مش عارفه الاسعار بتاعته عامله ايه. البصل ب 15 جنيه حاليا دلوقتي لحد النهارده بس. بعد كده ب 15 جنيه. يعني هيزيد. هيزيد اه. طب مش هو الفتره اللي جايه البصل الجديد هيطلع والثوم الجديد والحاجات دي؟ البصل الجديد بيطلع اللي هو الابيض بس ما بيبقاش حلو. اه. وبيبقى غالي برضه. بس مش بيخلي ان هو البصل ده سعره يريح شويه؟ لا لا لا. بالعكس. البصل. يبقى احنا عرفنا النهارده ان البصل ب 12 والطماطم ب 8. الخيار ب 12 والخيار ب 12. الفلفل رفع بقى. الفلفل بكام؟ الفلفل الكيلو ب 24 جنيه. طب ايه اللي بقى اللي خلاه سعره رفع؟ قول لي. اي بيقل الفلفل بيقل. ماشي، بس انا شايفه ما هي الناس حتى لو هو بيقل، الناس لما بتشوف الحاجه غاليه مش بتقبل على شرائها. بالظبط. طيب يبقى ايه بقى؟ ده ممكن يقعد 3 ايام عندي. انا عامل في 10 كيلو مثلا يقعد 3 ايام عشان يخلص. لو رخيص اللي عايز ربع. ايوه انا واخده بالي. طب يبقى المفروض بقى انتوا بقى يعني ايه يعني برضو حاولوا حتى. المشكله ان احنا بنروح الوكاله نلاقي اسعار متضاعفه كل يوم عمال تزيد. يعني اللي بيبقى عنده حاجه بايته مثلا بيبيعها بنفس السعر القديم، ده اللي عنده ذمه، في واحد تاني بيرفع السعر. انا عندي بصل اهو ب 12، جالي تليفون النهارده من الوكاله ارفع سعر البصل لغايه 15 جنيه. قلت له انا مش هرفع سعر البصل، هيقعد زي ما هو ب 12 لحد لما يخلص يحلها ربنا. السعر الجديد بقى بالسعر الجديد. يا ريت الناس كلها تعمل كده، ان هي يعني لكن الناس بتسمع ان الاسعار غليت بتتلكك، ما يكونش لسه اشتريت بالاسعار الجديده العظيم. ناس كتير يعني برضه الا برحمة ربنا. الراجل اللي قال لي الكلام ده قلت له ارحم الناس مستويه اصلا. أيوة. مش ناقصين. ربنا يصلح الحال، خصوصا ان احنا داخلين ان شاء الله على شهر رمضان. ربنا يصلح الحال. ده الباذنجان بكام؟ 12. الكابوتشا ب 7 ونص. هي كانت ب 5 ب 7 ونص، فبرضه تعتبر ان هي رفعت برضه. والبطاطا ب 8. والبطاطس 8 ونص. والبسله ب 18. والليمون والبرتقال اللي هو سكري 8 جنيه. وفي جوافة اهي ب 15. والبرتقال اللي هو ده ابو سرة بس صغير ب 6 ونص، بس حجمه صغير. والبلدي ب 5. السفنجي تقريبا علشان خاطر ان هو اخره فهو ب 15. مش كده؟ عشان هو ماشي خلاص اخر الموسم بتاعه ده. بس ده البلدي برضو. والتفاح الاحمر ب 40. والاصفر ب 40 برضو. والاصفر ب 40 برضو مستورد. بس انا اتمنى ربنا يسهل لك فيه. والاصفر كمان ب 40 يعني ده ب 40 وده ب 40. ده اسمه برنس. برنس ده غالي وده ايطالي عشان كده غالي شويه. مستورد يعني فرق العملة بيحمل شغل. ايوه. ده برتقال العصير ب5. ب5؟ ده سكري، ده عصير بسرة. بس ده مضيف شوية ب10. كويس. دي بره ب6 ونص. شفت اللي بره صورة. لا مش شايفة صورة. ماشي. فلفل ب40 الألوان. فلفل الألوان ده ب40. والكرنبيت 15. 15.
كرومب 15 والكرومب ب 15 برضو والبدنجان اللي هو التمبيح ب 15 قال لك 200 كده والبدنجان اللي هو التمليح 15 ب 15 كوسه كبيره دي ب 6 جنيه كبيره 6 جنيه بدل 8 بزر ب 8 الكوسه الرفيعه دي ب 10 والرفيعه دي الحشو حشو طازه ب 10 ب 10 واللي هو الليمون اللي هو التمليح الليمون التمليح كيلو 50 لو في حد عندك عايز يعمل وجبات لرمضان بس على باب الله هديهم بسعر الجمله اسعار اقل من كده بكتير جدا يعني لو حد يعني عايز يعمل مائده الرحمن او عايز يجيب وجبات ويعملها اتفضل عندي هنا انا هديله ارخص الاسعار ان شاء الله ان شاء الله. طب والثوم الجديد انا شايفاه ان هو طلع اهو طلع طيب ب 10 لو حد عايز كميه خزينه مثلا ب 8 بس برضه الفتره اللي جايه دي ان شاء الله برضه هينزل شويه عشان هو لسه جديد هو الثوم الجديد يا جماعه طلع ب 10 والفلفل اللي هو الحالي ده برضه طيب 28 ب 28 والاسب 15 والملوخيه 15 والملوخيه ب 15 حلو مني انا شايفه هو مش حد فراخ اللي جاي فراخ يعني ياخد ماشي على مرق هتمشي برضو على مرق الدجاج هتمشي ان شاء الله ربنا يصلح الحال والموز بكام 15 15 وفي كرنب 15 جنيه اه والكرنب اهو يا جماعه ب 15 في توم صيني عايز توم صيني والتوم الصيني بقى بكام لفه ب 15 انا طيب لو هو ده اللفه دي ب 15 جيبه بقى كيلو بلدي من التوم اللي هو الاخضر ده هيمشي الحال ب 10 بقى كويس يمشي بيه حاجه ماشي انا عايزه اشكرك شكرا على المعلومات اللي حضرتك قلتها لنا الليمون ب 16 انا شايفاه بقى اهو تجميعها عشان انا نسيت اقوله ماشي شكرا قوي وانت طيب السلام عليكم وعليكم السلام اتمنى ان جولتنا النهارده تكون عجبت حضراتكم وتكونوا استفدتوا بيها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم. Thank you.